لليوم الثالث على التوالي تستمر شاحنة المساعدة الإغاثية في التحرك من أمام بوابة معبر رفح المصرية متجهة إلى معبر كرم أبو سالم بعد تنسيق بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة لدخول مؤقت للمساعدات من هناك. المزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين، ما زلنا في متابعة مستمرة لما يحدث أمام بوابة معبر رفح المصرية ورصد دخول المساعدات الإغاثية المختلفة إلى الأشقاء في قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم. هذه المساعدات التي تتوجه هنا من أمام هذه البوابة بعد أن توقفت لمدة 20 يوما من التحرك تماما من مواد غذائية ومستلزمات طبية وغيرها من أساسيات الحياة، تتحرك لتدخل عبر هذه البوابة من خلفي متوجهة إلى كرم أبو سالم. هذه المساعدات تدخل مؤقتا إلى الأشقاء في قطاع غزة وتحديدا معبر رفح، بعد تحديدا عفوا مدينة رفح الفلسطينية. هذه المساعدات أيضا منها مساعدات خاصة بالمواد البترولية والسولار بعد أن كانت قد توقفت تماما عن الدخول، وفي اليومين الأول والثاني أي أمس وأول أمس عادت شاحنات الوقود والسولار بعد أن دخلت إلى الناحية الأخرى بدون أن تفرغ حمولتها، وهذا يعني أن قوات الاحتلال منع دخول هذه المساعدات من الناحية الفلسطينية أو من ناحية الأراضي المحتلة، وهذا ما يؤدي إلى توقف المستشفيات والأماكن الصحية مثل مستشفى الكويت الوحيد الذي توقف في رفح الفلسطينية بسبب نقص المواد البترولية والسولار، وأيضا بسبب القصف المستمر حول هذه المستشفى. يأتي مع هذا أيضا استمرار القصف والعمليات العسكرية البرية في رفح الفلسطينية وزيادة عدد اللواءات العسكرية التي دخلت بالفعل إلى رفح الفلسطينية، وأدى هذا أيضا إلى نزوح مليون مواطن فلسطيني من رفح الفلسطينية إلى أماكن أطلق عليها الاحتلال أنها أماكن آمنة، ولكن تم قصف هذه الأماكن بعد ذلك. ولنا بالطبع في مجزرة رفح خير دليل على يعني على التحركات الخاصة بقوات الاحتلال التي تؤدي إلى الإبادة الجماعية الخاص بالشعب الفلسطيني، لكن الضغوطات المصرية الدبلوماسية السياسية لا تتوقف على الإطلاق لإدخال الشاحنات الإغاثية أيضا ولوقف دائم ومستدام للحرب. هذه هي الصورة من أمام بوابة معبر رفح المصرية، ولا نعود إليكم مرة أخرى.